انا طبعا مع احترامي الكلام بشمهندس فؤاد، انما انا برجو انه هذا المؤتمر يخصص لموضوع، لانه الموضوعات اللي اتفتحت خاصه بحق المصريين في الخارج والبرلمان موضوعات تستحق اننا ندرسها مع بعضنا البعض، لكن في مقام اخر غير هذا المؤتمر حرصا على وقتك ووقت الاعلام. هو طبعا كانت جزء من الحوار الحقيقه اللي تم مع الاتحاد العام، انه فكره انه الانتقال للاشقاء والاخوه المصريين في الخارج في مواقعهم ببعثات طرق ابواب، وان احنا هننسقها مع الاتحاد العام ومع الدوائر الرسميه ايضا وزاره القوى العامه ووزاره الخارجيه علشان نقدر نعمل بعثات تخرج في مهمه طرح الفكره وطرح المشروعات في ارضها تقريبا للمسافات، لانه طبعا كثير من المصريين الخارج قد يشق عليهم التواصل. طبعا هنعتمد على اليات التواصل من خلال كل الاتحادات وكل التنظيمات. احنا في مبادره ترتفع فوق حتى المنافسه يعني التنظيميه او التعدديه التنظيميه. هذا هو عنوان لحظه الاحتشاد الوطني. لحظه الاحتشاد الوطني معناها ان الكل ايده في ايد بعضه، واحنا محتاجين ده على مستوى الخارج وعلى مستوى الداخل. الحقيقه مبادره جديره بالاحترام من شخصيه عظيمه مصريه سيده، الحقيقه احنا بنفخر انها موجوده في مصر في عهدنا مستشاره هاني كمان، كان لها دور كبير جدا 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 في اقتناع الاخوان من مصر بعد الدستور ونجاح الدستور والاستفتاء عليه، بدات تفكر في مشاريع تهم مصر وكيفيه واليات نجاح هذه المشاريع. موجود فين؟ بدا الحوار ما بين الاتحاد العام والمصريين في الخارج ومبادرتها، وبناء عليه تم انعقاد هذا اليوم في كوكبه كبيره، سواء من المصريين في الخارج او من المسؤولين عن البنوك، وده شيء مهم قوي. الهدف هو فتح افاق امام ابناء مصر الخارج بالتعاون في بناء مصر الاقتصادي، المبادره عنوانها هي دعم مصر، فيها ثلاث محاور. محور طلبهم بيه انه يبقى في نقل المبيعات من الظروف الاجنبيه للمواطن الوطنيه، في ايضا يعني مناشده اليوم للمشاركه في التبرع للصندوق السيادي لدعم مصر، والمبادره الاهم بقى انه المشاركه بالاستثمارات المباشره في مجموعه 500 مشروع اللي طرحتها لجنه 50 اقتصاديه المنتشره في كل ربوع مصر من اجل يعني اقامه المشروعات وتقديم الاستثمارات في اطار مدروس وفي اطار خطه اقتصاديه تفيد وتكون فيها اولويات الاقتصاد المصري. وايضا كان هناك يعني تاكيد على انه احنا هنقدم ايضا الدعم اللوجستي لكل المستثمرين من خلال الدعم القانوني والدعم التنفيذي، وايضا وضع يعني خبراء لجنه ال 50 كلهم خبراء متميزين في كل المجالات للمشاركه والتطوع لاداره المشروعات على قيام النشاطات المصريه في الخارج.